لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة إيلاف ومقال الكاتب سمير داوود حنوش، حيث يقول: الحكومة في بلدنا هي التي تنتج شعبا، ذلك ما أفرزه واقع الديمقراطية الفاشلة التي جاءوا بها إلى بلادنا وأوهمونا بخصالها الحميدة. عملية انتخابية بحركات وقوانين ديمقراطية بامتياز تتكرر لمدة 5 دورات انتخابية، حيث ما زال الصناديق الانتخابات تنتج نفس الوجوه والشخصيات، ولم يتغير من الواقع شيء سوى مزيد من الوجنات المنتفخة والكروش المائلة. فالعراق البلد الوحيد الذي يكون فيه رئيس الوزراء في الدورة القادمة وزيرا، ويصبح الوزير برلمانيا، ويكون البرلماني مستشارا، والسارق حاكما، والفاسد نزيها. لا غرابة في العراق في حكومة تنشئ شعبا، بدليل إنكم عندما تنظرون إلى خلافاتهم ونزاعاتهم وصراعهم على مغانم السلطة وما ينتج منها من عنف وقتل وتشريد وفوضى في الحياة السياسية، ينعكس سلبا على الشارع الذي يعيش بمفترق طرق عن هؤلاء الأحزاب والمسميات السياسية. لكن الغريبة أن خلاف وصراع هؤلاء يصل حتى إلى الحياة اليومية ومصادر المواطن المعيشية. تمعنوا أيها القوم في عراقنا اليوم، ستجدون مجتمعا مرتبكا وخائفا يعيش حالة من التوحد، غائبا عن الوعي في إدارة أمور حياته، بل لقد تجاوز فقدان الوعي إلى شيوع ثقافات الانتحار والمخدرات والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة والانحلال الأخلاقي، بعد أن كان هذا المجتمع يتخوف مجرد الحديث عن مفهوم المخدرات علنا خوفا من بطش النظام وعقوباته. تفكك وانحراف للمجتمع وتمزقه وانعكاس للإرباك السياسي والفوضى التي يعيشها نظامه السياسي، ونتيجة حتمية أنتجتها سياسات خاطئة ونظام سياسي مشوه وعملية سياسية بائسة كتب عليها الهلاك، وهي تحتضر بديمومة الحياة من قنان الأكسجين التي تتنفس منها، وبمجرد رفع هذه القنان ستوقع شهادة الوفاة لهذه العملية السياسية. العراق وشعبه اليوم يعيشون في قعر حالات البؤس والفقر والتخلف، في مرآة عاكسة لنظامه السياسي الذي أوجد كل هذه الموبقات من سخريات الزمن الذي كان يضرب بهذا البلد الأمثال في العلم والمعرفة والصناعة والزراعة. إن سبب في حفاظ حكومات العراق قبل الاحتلال الأمريكي على جميع مكوناته وبناء هويته الوطنية الجامعة على هذه المكونات هو عدم اعتماد الطائفية كنظام حكم، وعدم المساس بخصوصية المكونات، بالإضافة إلى وجود عوامل اجتماعية لها تمت المحافظة على النسيج الاجتماعي، منها المصاهرة بين أبناء المجتمع، ما جعل القرابة والنسب بينهم أحد عوامل التماسك بين مكوناته. إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والتبدد الإيراني تم اعتماد نظام طائفي إقصائي في إدارة الدولة، تم خلاله إلغاء الهوية الوطنية التي كانت محل فخر واعتزاز لدى جميع أطياف الشعب العراقي. إن كل ما نشاهده اليوم من نزاعات وصراعات وفساد وتخلف ومشاكل اقتصادية واجتماعية في العراق هو بسبب النظام الطائفي وازدواجية المعايير في التعامل مع باقي المكونات قياسا بالتعامل مع أبناء الطائفة، مما يؤدي إلى تنامي التوتر بين أبناء المجتمع وقتل الروح الوطنية فيهم، ويؤدي إلى المزيد من القتل على الهوية الطائفية والمزيد من التهجير والنزوح. وللحفاظ على الهوية العراقية بشقيها الفرعي والوطني خلال سطوة الحكومات الطائفية وهيمنة إيران على مفاصل الدولة العراقية، لابد من بعض الإجراءات يقوم بها الشعب العراقي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد هويته ويهدد كيانه، ومنها رفض أي نوع من أنواع العمل السياسي الذي يكرس الطائفية في العراق ويهدد وحدته.
ليس مطلوبا من أبناء المجتمع العراقي أن يتنازلوا عن هوياتهم الفرعية، وهذا غير ممكن، بل لابد أن يكون الحفاظ عليها مقرونا بالهوية الوطنية الجامعة وليس على حسابها. تجنب كل ما يثير الطائفية والتركيز على الهوية الجامعة سواء في الإعلام أو المؤتمرات والندوات ومقاطعة الشخصيات المثيرة للطائفية بكل أنواعها وأشكالها. من الجدير بالذكر أن جميع الهويات الفرعية في العراق لجميع المكونات وكذلك الهوية الوطنية لم تتعرض للتهديد إلا في تلك الفترات التي هيمنت فيها إيران على العراق. يبدو أن الأوضاع في مناطق عدة من سوريا شمالاً وشرقاً وجنوباً تتجه إلى مزيد من التصعيد، فبعد التصريحات الأخيرة للجيش الأردني التي اتهم فيها الميليشيات الإيرانية بشن حرب مخدرات على بلاده انطلاقاً من جنوب سوريا، تتواصل تبعات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تحرك عسكري محتمل لاستكمال إنشاء منطقة آمنة لتركيا بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية في الشمال، وهي منطقة مشتعلة بين ميليشيات قوات قسد من جهة التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري، وبين أنقرة من جهة ثانية. كشفت مصادر محلية عن إجراء ميليشيات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجارب على إطلاق صواريخ أرض أرض قصيرة ومتوسطة المدى في البادية السورية، وسط ترجيحات دبلوماسية أمريكية بحصول عمليات تبادل إطلاق نار بين الميليشيات والقوات الأمريكية في شرق سوريا. هنا يطرح السؤال، هل من رابط بين التصريحات الأردنية والأمريكية والتركية بما يوحي باستعدادات لمواجهات متعددة ولتطورات في المستقبل القريب مع تعقد صفقة الملف النووي الإيراني مع واشنطن؟ في السياق نفسه، أكد شبكة الخابور أن ميليشيات حركة نجباء العراقية أجرت أكثر من تجربة على إطلاق صواريخ إيرانية الصنع قصيرة ومتوسطة المدى في بادية الرصافة في جنوب الرقة الأربعاء، في حين أكدت مصادر في القدس العربي من الرقة أن التدريبات هذه جاءت بعد اجتماع أمني عقدته الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني قبل أيام في ريف معدان شرقي الرقة الذي خصص للتطورات في المنطقة بعد التهديدات التركية وزيادة انتشار الميليشيات في المحافظة. ويشير الباحث في الشأن الإيراني ضياء قدور إلى تزامن هذه التدريبات مع التهديد التركي بشن عملية عسكرية في الشمال السوري وجهتها المحتملة تل رفعت المحاذية لبلدتين نبل والزهراء اللتين تعدان من أهم القواعد الإيرانية في حلب وريفها. أحبطت السلطات الأمريكية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بعد احتجاز مشتبه به عراقي من سكان ولاية أوهايو. تواصل مع عملاء فيدراليين وحاول تصوير منزل الرئيس في ولاية تكساس. وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط مخططاً لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق بوش بتخطيط من شخص متعاطف مع تنظيم الدولة سعى إلى تهريب عملاء عراقيين إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك من أجل تنفيذ العملية. ومثل المشتبه به أمام محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو، بينما استعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بمرشدين سريين ومراقبة إلكترونية لإحباط المخطط وفقا للهيئة الإعلامية البريطانية. وقالت وثائق المحكمة إن المشتبه به مواطن عراقي يدعى شاب أحمد شهاب يبلغ من العمر 52 عاما وهو مقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2020 بانتظار الرد على طلب لجوئه. وأضاف شهاب خلال حديثه مع مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يرغب في قتل بوش لأنه قتل العديد من العراقيين وفكك العراق، مؤكدا أنه كان يأمل أن يشارك في العملية بنفسه ولا يهمه إن مات لأنه كان سيفخر بالمشاركة. وحسب بي بي سي فإن شهاب كان يأمر في تهريب شخصين إلى الولايات المتحدة وصفهما بأنهما كانا من العملاء السابقين للاستخبارات العراقية ولديهما خبرة في عمليات الاغتيال. كما تواصل شهاب مع مصدر ثان في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى أنه عميل للمهرب المزيف وسجل كلا العميلين السريين لقاءات معه
ولفت التقرير إلى أن شهاب توجه في مرة من المرات برفقة أحد المرشدين السريين إلى مدينة دالاس بولاية تكساس لتصوير منزل بوش ومعهد جورج دبليو بوش بالفيديو. تقبل روسيا في حال استمرت العقوبات الغربية المفروضة عليها على أزمة قد تطال جميع مرافق الحياة في البلاد بحسب ما تطرقت له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. واستندت كاتبة المقالة الصحفية ميريام بورغر على تجربة الصحفي الروسي المستقل أليكسي بيفو فارفوف الذي ذهب إلى إيران لمعرفة الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الحياة في ظل سنوات من العقوبات الاقتصادية، ليجد ارتفاعا في معدل التضخم ونظاما محيرا لأسعار الصرف المتعددة وسوقا سوداء موسعة ورجال أعمال يطورون تطبيقات وبدائل لكل شيء تقريبا. وقالت نائبة مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلي جيرمانيا إن روسيا قوة نووية لها مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي منتج مهم للقمح والنفط على مستوى العالم، ولديه العديد من الحلفاء أو في الأقل شركاء في جنوب الكرة الأرضية وفقا للصحيفة الأمريكية. وتابعت أن الجغرافيا السياسية للعقوبات المفروضة على روسيا مختلفة تماما عن تلك الخاصة بإيران التي أعتقد أنها تجعل الأمر أكثر صعوبة من حيث التطبيق الشامل للعالم. وفي أواخر آذار مارس قال وزير النقل الروسي إن موسكو تدرس حالة إيران من أجل الحصول على نظرة ثاقبة بشأن صيانة أسطولها من الطائرات الأجنبية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس. وفي الأسبوع التالي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمواقع روسية إن موسكو وطهران يمكن أن تعملا معا للالتفاف على القيود الغربية. وقال المبعوث الخاص السابق للولايات المتحدة لإيران ريتشارد نيفو إن الحكومات وأعوانها أقاموا شركات للحصول على السلع والاتجار بها، واستخدموا الجماعات الإجرامية وغاسلي الأموال كوسطاء ونقل النفط المحظور خارج الشبكة. وقال المحلل البحري في شركة استشارات المخاطر العالمية كنترول ريسكيس كورماك ماكياري إنه ما يقدر بنحو 8% من ناقلات النفط في العالم تحمل نفطاً غير مشروع معظمه من إيران وفنزويلا. وتابع يخبرنا التاريخ أن روسيا ستنحني على الأرجح وتجد طرقاً للالتفاف حول تلك العقوبات وتتعلم كيف تتعايش معها. إيران خير مثال على ذلك. نشرت صحيفة غازيتا الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إعلان الغرب استعداده رفع العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروس، وذلك في حال وافقوا على تقديم أموال لأوكرانيا. وقالت الصحيفة في تقريرها إن مسؤولين حكوميين مطلعين أفادوا أن الحلفاء الغربيين يفكرون في السماح للأوليغارشية الروس بشراء العقوبات، وذلك عن طريق تحويل هذه الأموال لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس. خلال اجتماع في ألمانيا مع زملائها في مجموعة السبع، اقترحت نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الكندية كريستيا فيراند الأسبوع الماضي فكرة إزالة كبار رجال الأعمال الروس من قائمة العقوبات بعد التعهد بتمويل عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا. ووفقا لأحد مصادر وكالة الأنباء، طرحت فيراند هذا الموضوع بعد محادثة مع الأوليغارشية الروس. وحسب هذا المصدر فإن الأوكرانيين على علم بهذه المحادثات، فضلا عن أنه من المصلحة الغرب أن تنأل الأوليغارشية بنفسها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقدم في الآن ذاته التمويل لأوكرانيا. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا عن المناقشات الداخلية لمجموعة السبع، قال إن كييف تدعم هذه المبادرة ولولا ذلك لما تمت مناقشتها. وأضاف نحتاج إلى معرفة أنها تصب لمصالحهم. وأوضحت الصحيفة أن مقترح إزالة الأوليغارشية من قائمة العقوبات
تتنزل في سياق تزويد أوكرانيا بأموال إضافية وإيجاد طريقة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. وحسب المصدر لا يزال هذا المقترح مجرد فكرة قيد للنقاش، لكن الحلفاء الغربيين أيدوا اهتماما بها. وقد تحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن الحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لمصادرة هذه الأصول وتوفير الأموال لأوكرانيا. دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى اتخاذ جميع التدابير لمواجهة الانتشار غير المعتاد لمرض جدر القرود الذي قالت إنه ليس هناك داع للقلق بشأنه. وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية سيلفي برايند في مؤتمر صحفي للدول الأعضاء في جنيف إنه ليس مرضا يجب أن يقلق عامة الناس منه، إنه ليس مثل كوفيد. وأضافت برياند أمامنا فرصة جيدة لوقف انتشار المرض الآن، مشيرة إلى أنه ليس من المعروف حجم مخزون لقاحات الجدري والتي ينبغي أن تساعد أيضا في مكافحة جدري القرود. وتتوقع منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود الذي انتشر في أكثر من 20 دولة حتى الآن. واختتمت برياند تصريحاتها بالقول: في الوقت الراهن لا نعرف ما إذا كنا نشهد فقط ذروة الإصابات، حيث أنه لا توجد نتائج واضحة حتى الآن حول سبب التطور الحالي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.